أنا اسمي تنكا. مرحبا أحمد شهاوي. Welcome to Gifu City. You are the very interesting people. 面白い人です。日本人はとても好きになると思います。日本中を回ってください。シュクラン。これ何ですか？これ。これチヂミです。あ、チヂミ。هذه المحار الصغير، فهذا مجفف، فبيجففوه ويحطوا عليه بعض البهارات. رموناجي، رموناجي. كذا لمي. أوكي. هذا خيار وباذنجان وصغير، مقطعين حتى صغير. خيار باذنجان. わかる？わかんない。わからない。ナス、ナスと。これ大好き。本当？ナスと。どこから来た？に大阪。大阪。だから近いでしょ？毎日来て。毎日これね。هي بتاكل هذا كثير تحب هذا هي الست اللي تحب これ何هذا نوع من اعشاب البحر يطلق عليه وكم يطلع من البحر اعشاب البحر ايوه اعشاب البحر انا شفت في جزر كثيره الطحالب بيزرعوها هذا من داجو داشي ما نيتش كور كاراي كوكو شكاكو سندر كرا جبتوا كرة كده هي عبارة زي أنواع المخللات وبعض أنواع المشهيات اللي بتفتح النفس للطعام. اليابانيين عندهم قائمة الطعام كبيرة جدا طبعاً. متعددة جدا فيها كمية حاجات يعني كبيرة كبيرة. You understand this? No, you not understand. Okay. شايفينه ده نوع من المخللات زي الباذنجان والشوسة والحاجات المختلفة بيخللوه هما هنا بيستعملوا كتير عجينة الرز فبيعملوا ايه بيجيبوا عجينة الرز يحطوا عليها جزء من القشر بتاع الرز نفسه اللي هو القشر الأصفر وعشان كده العجينة دي بيطلع لونها اللون الأصفر وبيحطوا عليها الملح والمواد الحافظة بتاعتها وبيخللوها ودي بتفضل لمدة تصل إلى 20 يوم في درجة حرارة はい、半袖半袖よ。حاجة غريبة وجديدة جدا اللي احنا شايفينه ده ما هو الا مخلل بيخللوه وبيبقى اكله مملح عشان مع الاكل وبيعملوه بحاجة غريبة قوي المادة اللي عليه البنية دي عبارة هم بيستعملوا كتير عجينة الرز هنا في حاجات فساعات يحطوا عليها جزء من قشر الرز اللي هو القشر الاصفر فيديها اللون ده
علشان يحافظ عليها. هم بيستعملوا طبعا في بعض الفطل اللي ريحه بتاعته زهر مثلا. هم كاتبين هنا يعيش 90 يوم في درجه حراره الغرفه. تحياتي احمد الشهاوي. これはエジプト人の方。あ、そうですか。エジプトのデートどうぞ。どうぞエジプト。でね、あのこのエジプトのお渡しします。約グラム。いただいたのがあの上のカリフォルニアの方で。約40円。で、あのトルコ産の方がちょっとね、果肉感が変わった。で。